شهرين او ثلاثة او اربعة يقول انا بدعو لحوار حوار سياسي بين كل التوجهات السياسية الحزبية والشبابية يناقش قضايا الوطن كلها، مفيش مصادرة على رأي، كل القوى السياسية ما عدا اللي اختاروا يبقوا خارج اطار الشعب والتوافق السياسي المصري اللي هم الاخوان انه كل هذه القوى مدعوة وانه يبدا الحوار بدايه قويه بتشكيل مجلس امناء الحوار. انا كنت بتكلم معك صديق كده بيقول لي مثلا والله كان نفسي مثلا فلان وفلان ما يكونوش موجودين، بقول له ما فيش تشكيل في الدنيا هيعجبك. نعم يعني بتشكيل في 20 او 25 واحد لابد بعض الناس يبقى لهم تحفظات على ناس تانية، على ناس تانية طبعا عادية، ما حدش اجماع يعني. هل اجمالي التشكيل مقبول؟ ايوه انا رايي كان مقبول بدليل ان مختلف القوى السياسيه والمعارضه المصريه عايزين نخرج بيه بصراحه من الحوار ده، حوار الوطني. انت تطرح بدائل لايه؟ للسياسات الاقتصاديه والاجتماعيه والاوضاع السياسيه. بدائل أيوة. واختيارات يعني هيطلع منه ايه؟ ان انا اقول والله يعني يا سياده الرئيس يا برلمان، لكن انت بتقدم للرئيس الكلام والله قانون الانتخابات الحوار انتهى الى تقرير بيقول المواد دي تتغير وبنقترح بدل منها كذا وكذا وكذا وفي ناس بيقولوا كذا وفي ناس بيقولوا كذا. نعم يعني ممكن يبقى فيه ثلاث آراء مختلفة في أي قضية من القضايا أو أكثر يرفع له رئيس الجمهورية اللي رئيس الجمهورية يراه إذا كان في سلطته هينفذه مش في سلطته وتحتاج إلى إجراء تشريعي هيحوله إلى البرلمان هو ده المنتظر. يعني أنا يعني انا عايز الصراحه مش كده عايز الصراحه. في ناس بيقول لك يا اخي دي بس دي يعني مساله بس عشان نشغل وقت المثقفين والمفكرين كده قاعدين يتكلموا طب يقولوا بيتكلموا ويعني الموضوع هينهي على مفيش هيتوقف اللي هيشتغلوا في الحوار هيعملوه باي جديه وهيتوقف على كل المواقف سواء الحكومه هتتعامل معاه بجديه ولا لا والمعارضه. وانا شايف الكل يعني المعارضه احزاب المعارضه بتتعامل معه بجديه والحكومه بتتعامل معه بجديه ومجلس اداره امناء الحوار بتتعامل معه بجديه. ممكن قوي تقول لي كان طبطقوا شويه معلش ما هو لازم بقى يعني يعني ما انت مش عارف هم كان عندهم ضغوط ايه وعندهم مشاكل ايه دي اهم ملاحظات حضرتك على انه في تباطؤ شويه او يعني بعض الناس بتقول كده او في افكار بتقول كده في تباطؤ يعني بس قد يكون ليه اسبابه نحترمها العبره بالخواتيم يعني هو ده النهارده في اصل انت كمان مش عايز تسرق حاجه زي كده مش كده انك مساله الاسراع ممكن يبقى سلق يعني لو حكايه عايز تطلع بيان سياسي وتوافق دي مساله مش محتاجه بقى يعني لكل الكلام ده نعم يعني لكن بالنسبة لي أنا شخصيا بعتقد الحوار مهم وممكن أن يؤدي إلى اقتراحات وحلول مهمة. عايزين كم حزب في مصر مش 106 الأفضل يعني الناس اللي هم متوافقين مع بعض ورايبين أفكارهم من بعض اللي كام؟ شوف أنت بص هقول لحضرتك حاجة اتفضل هقول لحضرتك يعني اتفضل هو إيه التوجهات السياسية في أي بلد؟ يعني لو احنا في مصر مثلا عندنا اتجاهات يساريه، عندنا اتجاهات ناصريه، عندنا اتجاهات وطنيه مصريه وعربيه او عروبيه، عندنا اتجاهات محافظه. دي اتجاهات فكريه. يعني زي ما بيقول كده يمين ويسار ووسط في كل الدنيا. نعم. تاخد اسماء مختلفه وساعات يقول لك يمين الوسط، يسار الوسط الى اخره. نعم. لا بأس. يعني شوف حضرتك مثلا احنا في انجلترا بنسمع كم عن الحزب المحافظين والعمال مش كده وانت انا سامع عملت انت عرض جميل جدا في البدايه للست ليز تراس وعملت تحليل